عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة يعني وحق كسوري بخاري مسلم صحابي قال له رجل سلمة بن الأكوع وكان من أصحاب الشجرة وحانو كمدها قلدي قيت كهوستيس النبي صلى الله عليه وسلم بيعاد كرق الشيء يكمدها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة كأصحاب الشجرة سأسألوين قال وحر كنا نصلي وحن مهان شري قارتك هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إله إلا تلكيسا صلاة الجمعة صلاة الجمعة يا أنتو كن شري ثم ننصرف إنت أدب الصلاة وكبح شري وليس للحيطان ظل نستظل به يدعو والحال ليس للحيطان أين أسغنين جدار ردا ظل هرآن أسغنين هركاس نستظل بها أنه هرسنه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة وحوت كنجر جمعة يدو قدار ردو هر لها رصد أين لهين وفي لفظ لفظ كلاو حق أسغنا كنا نجمع وحن هين قارت جمعة يسته الصلاة جمعة كده أيان أهين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي لتركي سأيان صلاة جمعة لتكنجري إذا زالت الشمس مركا قرح ذو كئيلة تسمد برتن كيدا أيان النبي صلى الله عليه وسلم لا تكنشر صلاة جمعة ثم نرجع دانو أن نقنشر فنتتبع الفيء وحن رعراع جري حرك أيان رعراع جري رواية أن واحد سوري مسلم بصحيح سوري علامة واحد سوري ديان وقت لصلاة جمعة صوق الشاوى قورما مذاهب تبذن كودا يا علماء تبذن كودا وحي قبان صلاة جمعة وحي صوق الشاوى وقت الدهر صوق جري مركا انت الظهر سوغرين او وقت الظهر ايني غارين وقت الجمعه ما سوغرين سدا waxaa ku tagay saddexda madhabood madhabta shafiiciya madhabta malikiya madhabta hanafiya saddexda madhabood ma waxay qabaan hadaan waqti الظهر ka ayney gaarin oo qorraxdu samada bartankeeda ka eelanin oo geesta u dhacayso u eelan jumca ma joogo jumca hadaan u joogina ده شمعة الله ما الصمين كرو شمعان اللي ما قدمي كرو اللي وقت الجمعة وينو صوق العائل شمعان الله ما خد بضين كرو إلا خد بضة الشمعة وحي دعضة وقت الجمعة وين حدي قبل وقت الجمعة أي خد بضة دعضة خد بضة شمعة النغن ما يسا إسكا خد بضة كلا النغن يسا هل كان هو حكا إمان يسا شمعة دي نبلا خد بضة النغت سأسأود وإن له بيا حل يجي شمعوه إنو صوق العائل مركا خطيبكو منبرك كريو إلا أدمي إلا أذانك جمعة لا أدمي أذانك محو الشيء وإعلان بدخول الوقت وأغيسين ذاتك اللي أغيسين وقت بينه سوق علي ده يضع وقت بينه سوق علي هذا دين لا أدمه معناه ذو حين نقول إيسا أذانك حلق إيسا مدعين حين نقول إيسا صلاة ديو أن تشوقين بالإسك أدمي على هذا وحين نقول إيسا أذانك اللغوي يعني مدى أن مقام كي سبعين ولا ترسانين ننبو نقول إيسا أحاديث تبدن كوذا وحي قصار روتي النبي صلى الله عليه وسلم إنه تكن شري صلاة جمعة قرطة أي قرح ذو كئيلة تسمى دبرتن كيدر رواية الضنباء مسلم نسيد الشيقي ساساوي قررنا يتاسين تاي وقتها جمعة ذو تشوكتي أصل كاه وحي سوي دين لي كهر مدعي كرتيني تشوكتو وبرقدي أما قبل الاستواء انت إن قرح ذو قارين سمى دبرتن كيدر بقارين اقلن هو رأي تهي جمعة ما لتكن كرام مذاهب تبدن كود وحي ليهين او الشافعيه دي المالكيه دا هي حنفيه دو كم ديهين مي لما تكن كرو لما ناخذ بضين كرو خطبه شمعه قبل الزوال قل راح انت ان السمده برتن كذا كيلانين وحلق الدور سو دين هذا مذهب الحنابله دا وافرت مذهبات كم دا اي يغو سدا خلافه وحي يراهدين سدا سوا سدا افضل كا حلق الظهر الا تكذا وسدا افضل كا هيا شو حبنان قال إنك هوري لفتي إذا برقدي إلا تكذا وبنان تاي لقى الصوب بلا أبو وقت عيد إلا تكذو إلا أوقاتك لك الضم بيسا كم عدا ولا تكن كرا صدا وحورنا إيا مذهب تحنابلو وصدح ذا مذهبو ذيك لخلافي وحانا يعوز كذين حديث تنقص عرورتي صلاة وحانو كبي حجري وليس للحيطان ظل نستظل به حديث كابخاري مسلم صلاة جمعان رسول كالتو كان شريبو لسلامة ابن الأكوع دي بانده واللاب ميكشرني مركا نحقي قريها ونغن وحان نغن شري يدو قدر رضو وحارا أين لهين وحارا الله حرصد أين لهين قيد كان نستضل به وحلقا قادنا يا حرير وان الله حرصن كرين إن قدر رضو مركا لهاين
إلا كمدين وليس للحيطان يضلنا وحو الراعي سفو الراعي أصلا وحواصف ضي وحلق بحنايا والأصل في القيد احتراز ويقل لغيره ككشف تعليل جهل ذل نستذل به نستظل به هرآن وهرسن وإساق عن الله مركا هر يرؤ عن لهرسن كريم إن الجدار ذو مركا لها ينبالغ قادنا تاسنا معنى هذا وحن نقول يا بي الهدين سيدا يدري الشدين قورت النبي قلت كذا صلى الله عليه وسلم إن أهيد مركي الزوال كدعي أما مركي السمد برتن كذا بقى يتاق نيد قرحضو إن قورتاس أهيد قورت تكنا يا نبي صلى الله عليه وسلم صلاة دا مركو تكنا يا نطلب خطبة ضوط باكوهر هي أذان دي هدي قرحض مركي السمد برتن كذا كإيلة تو حقا يقول دعي سأصور دافتي برتن كي حالة دا النبي خطبة ضب بلابة وإنت اللي أدمي وخطبة ضب بلابة والله بخطبة ضد خطبة دي هدنا السلاة دي دادك تتشيي دي انت صردن قدارك هروا يالا الله الله هرصدو إلا زوالك مركو دعيبا إيه يرى هروا كريسا انت أدانك يلا بدا خطبة ضد يلا بدا الرقع ضد لتكن إيه انت صردن هر يرى الله هرصدو مالها وحكا إمان إيسا إلا بإلا قرت لتكذي ولو مركا وقتك الزوال كاضي دونتا بس هو قشنا دي قورتا لبلابي خطبة دي اللي أدمي إلا أدانك وحشيك يا وقتك أيا صوق علي الصلاة دي إنا أهيد قبل الزوال استدلالك إكد ليشنا ينصاصي أبلي غيان وحديثك كالبحين وحكاك سيحوك بضن بي الهدين حق الدلالة دا حديثك كليشيك أيا من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس مسلم بصحيحة كسوري وحو تابريري وحو أهانشري النبي صلى الله عليه وسلم متشم عذتو كذا يعني وهلتو كانشري بوشيدا ثم نذهب إلى جمالنا دو دوحا نقبانشري أورطا يدي بانقبانشري بولي يعني قيل يجي أورطا يدي أي نقبانشري فنريحها وسعر انشري حين تزول الشمس قورطا يقول رحضو إيلاتو وسمد برتن كذا كإيلتان سعر انشري يعني حليه النبي قال لتك أنه مركان لتك أنه واتكي تشره يعني أورطة يدي يقيل يقي أيانو قمين تشره بولي بس يده تشين تشره يده بدنا وحن سوعلين تشره صمد مركان برتن كيدا كائلة تقرأ أحضر على هذا وحن لقف فهم إياه قبل الزوال الصلاة ضي خطبة ضبط عضي على كل حال أحاديث تاسي كدري شنيان علماء حنا بلده أن وحوي وقتي هذا قار كود في بعض الأحيان لتكنكره قبل الزوال لكن جمهور كعلماء وديدين ساساوذ هدان حاجة شرين وباهي أين كينسن ولو قوي بها النقطة طبيعي أن لا السمعي ما السيد غالب كاهيد النبي السمعين شري صلى الله عليه وسلم وأهمرك زوال كل عين النبي صلى الله عليه وسلم كم عادة تكن شري وقت يومين لتكدا وهدين لي لهذا السيدة كلاوة بنانطة كل الدلالة الظاهر كنواد مدة نوعا ما أي كنت السنس ووجه أي لا هي قول كاس لكن جمهور كعلماء مقبان من قبل الزوال لا تكذبش معاذ يا إلا خطبة ضيتهن وحيليه المد والبا وإلا لسقا أنت يقول راح ذكاء إلا نسي السماد برتن كذا إلا وقت جا وإلا سقا وحلي سائلكم هذه خطيبكم ما لنتش معا أو خطبة ضيهرة إسكو إلا و أو دار يوم الحصوصين كرا فرد قال لبضة خطبة ضاد السنة واحد تقول خطبة الجمعة إن الله دارين الله قابيو أي السنة تهي نبينا صلى الله عليه وسلم أحاول الشيء إن قصر خطبة الرجل نكا خطبة دي سوين أي قابنات صلاة دي سنة ديراتا وحكمة تهي فقه سأي كمت إنه شرع دي فقه أولي هاي وأقون أولي هاي بي شيقس مركا واحد في عن خطبة هاي نان لديرين إلا كوبه وان لديرين بفعن وانا ذنا خطبة وإن الله بضيها ينصوص دي أدلة سدتك وحوي يا أنفع ذا أذبتنا وحكم إذا إن خد بضع عض النول لقو أخريه عض النول وإن لقو أخريه كان إذا خطب على صوته واشتد غضبه واحمرت عيناه حتى كأنه منذر الجيش يقول صبحكم ومساكم نبي صلى الله عليه وسلم مركو خد بضينا أيه عضك سسرؤك عشر عض بيربك هذا عشر عض ضعيفة أما لينو دي مركي سوحاني إنو تدكو كل لون أيام إنو كوخد بضايا مفعنا عدكي سسروك عشري وعلى صوته وحمرت عيناه إنديه سنوى عسان شرين واشتد غضبه عرضي سوى الدران شرين خد بضو حيكو في عانتا إني دنبيلة كدوريان خد بضو دنبيلة كدوريان إني النقطة
خطبه قفي عنها واحد موضع يسيبه لانه عيدا كدقيو اوليها وايدا حيا علك ككع حتى كانه منذر جيش عل صوت قال انه كدقيو كلد موضع يقول صبحكم ومساكم اساس كلليا ولا انكو ابريسي ولا انكو قلبيسي يعني كانه سالي